مرحبا بكم مجدي. نذكركم اللي يضيفنا في الجزء الثاني والأخير باش يكون بلال نولي في رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية. قبل ذلك مواصلين أخبارنا، الملف التربوي تعرفوا قاعدين نتبعوا فيها عن كثب، لكن شنو جديد يقول قايل اللي فيه؟ دعت وزارة التربية في بلاغ اليوم المدرسات والمدرسين ومديري المدارس الابتدائية اللي ما قاموش بعد بتنزيل الأعداد لتلامذتهم ببطاقات النتائج المدرسية، دعاتهم إلى استكمال إجراءات تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام على أن لا يتجاوز ذلك يوم 4 جويلية، وذلك حفاظا على المصلحة الفضلى للتلاميذ والتزاما بالواجبات المهنية المحمولة عليهم. أكدت الوزارة أيضا أنها ستتخذ كل التدابير والإجراءات الإدارية والقانونية المستوجبة عند الامتناع عن تنزيل الأعداد أو حضور انعقاد مجالس الأقسام، وذلك على قاعدة العمل المنجز وفقا للترتيب المعمول بها في الغرض وفق نص البلاغ. إذن 4 جويلية سينو المرور إلى السرعة القصوى بالنسبة لوزارة التربية. خليفة باش يتم الاقتراع، ربما التأويل لحد الآن لهكذا بيان هو أنه سيقع عدم تنزيل المرتبات، تقريبا هذا نفس البيان اللي نزلت وزارة التربية في علاقة بنقابة التعليم الثانوي تقريبا في مايو وقتها، وقيل أنه نوع من التهديد باش الشهري ما ياخذوهاش الأساتذة. تقريبا اللي فهم الآن واللي واضح أنه في صورة عدم تنزيل الأعداد وإجراء مجالس الأقسام 4 جويلية، باعتبار قبل فوات الأجل متاع خدمة الشهري في العادة في 10 أيام الأولى ولا 15 يوم الأولين متاع الشهر، وقتها تتعدى المرتبات. مازلنا ننتظر رد فعل نقابة التعليم، قاعدين نتصلوا بهم، لم نتمكن هذا الموقف إلى حد اللحظة من ذلك. ماهوش زاد بالضرورة، أنا ماشي ربما هذا داخل في سياق المنطق التفاوضي عند وزارة التربية، حالة من الرجع والضغط باش ربما تربح أكثر ما يمكن من الأساتذة اللي يستجيبوا أو المعلمين عفوا اللي يستجيبوا هذا البيان، لكن لحد الآن ما شفناش تراجع من نقابة التعليم الأساسي على مستوى الهيكل القيادي لهذا القطاع، ما ثم حتى تراجع تقريبا على المسار اللي مشاو فيه، إقرار حجب الأعداد في انتظار مفاوضات وبرام اتفاق مع وزارة التربية. على العموم احنا حاولنا ان نتصلوا، فقط امال الرضواني تاكد لنا توا في الاثناء عن نقابه التعليم الاساسي انه غدوه باش يهبطوا بيان ردا على بلاغ وزاره التربيه. ماذا تتوقع ان يكون الرد لطفي؟ لا، واضح انه معناها ماشيين الى شكل من اشكال الصدام عندما تهدد الوزاره المعلمين بايقاف الاجور، معنى ذلك انه انتهى يعني التفاوض ودخلنا في الصدام، وللأسف هذا عنوان كبير وبارز على الفشل الذريع من قبل الطرفين في إيجاد حل لهذه المعضلة التي انطلقت تقريبا منذ بداية العام الدراسي، وتعاقب على وزارة التربية وزيران من ينقل بها العام الجاي. هذا المناخ المتوتر والمناخ المشحون ناهيك أنه صراع يتم معناها ويرتهن التلميذ، لأنه في النهاية مسألة رمزية، معناها أنك أنت يا مسار 25 جويلية يا اللي تبشر بجمهورية جديدة سيسجل التاريخ بحروف سوداء أنه في عهدك السعيد تعدى عام أبيض وتم فيه ارتهان التلاميذ وعجزت الوزارة عن إيجاد حل لهكذا أزمة تمس في العمق يعني المدرسة وما أدراك من المدرسة وما كانت المدرسة في وجدان أي مواطن تونسي خاصة الأولياء، وبالتالي هذا فشل ذريع. ما زالت بعض الساعات نأمل أن يتم فيها تدارك ما يمكن تداركه، أن يحضر معناها منطق العقل وأن لا تغتر خاصة وزارة التربية ومن يقف وراء وزارة التربية بما تحقق مع وزارة مع نقابة التعليم الثانوي. يبقى المؤسف من هذا أن وزير التربية ترك وحيدا وهو يواجه هذه الأزمة. مش معقول ما تسمعش رأي لرئيسة حكومة في دولة هي رئيسة حكومتها وتلامذتها. نوار
البلاد محروم من الكرني ومن النتائج المدرسية. مش معقول تبقى رئيس حكومة ورئيس دولة ساكتين في أزمة كيف نهك وصلت توا إلى مداها وتعدينا فيها إلى الحلول القصوى وإلى الصدام. ما كان على رئيس الدولة أنه يجمع الطرفين على مائدة الحوار عنده في القصر وما يخرج ويقول لهم إلا ما نلقاو حل الأزمة هذه، وتجي السيدة رئيس الحكومة ويجي السيد وزير التربية وتجي السيدة وزيرة المالية، نعرف أمور البلاد على ركائبها ماديا، لكن في مسألة كيف نهكة كما قلنا كلها رمزية، المدرسة التلميذ تقعدوا في قصر كرتاج ورئيس الدولة بوزنه الاعتباري والرمزي وبصيفته قادم من التعليم ولد التعليم العمومي، ما يليقش أنه هالعهد السعيد اللي بشر به يرتبط به وللأبد أنه فلت عدى عام كامل أبيض وفشلنا في معناها إنقاذ سنة مدرسية. نواصل الحديث عن الصلح الجزائي، وإن تم الإفراج يوم الجمعة المنقذي عن رجل الأعمال والنائب السابق بمجلس نواب الشعب لطفي علي في إطار مرسوم الصلح الجزائي اللي أقره رئيس الدولة السنة الفارطة في قضية تتعلق بفساد في نقل الفوسفات سنة 2013. تقريبا هذايا رجل أعمال آخر ينخرط في عملية الصلح الجزائي بعيدا على 30 مليار دولار دينار. وينك انت جوزاتك الأحداث؟ فما توا شكون اقترح على تونس قضية لا ما قال في الشروق، لا مليار ولا ما قيت، ما قول 410 410 ألف درهم. أنا بيجي جاوزتني الأصفار اللي موجودة فيه. ما عادش النجم أنا بالأرقام. حسيت تونس كاك العروسة. ليه واسمع ليه مقال مطول وتفاصيل مثيرة. عرفتك العرس بالبارود واللي هذا كالمهربين وكناطرية طالعين كل واحد يورش. دونك تونس محطوطة وفزت العباد اللي هذا كل مرة جاينا واحد يورش علينا معناها، وفي الصحيح ما فهم شيء. ما عنديش تعليق على الرقم هذا صراحة. هذاك ما احنا تو الخبر حدنا بيه، احنا نحكيو على افراج على الرجل الاعمال. والله شوف ربي يفرج على المساجين الكل في هالمناسبه الفضيله هذه، الا من تلطخت يده بالدماء ورفع السلاح على البلاد. البقيه صراحه انا ماذا بيا اكون اسعد الناس وقت اللي يكون سجون تونس كلها فارغه. فصارت المبادره هذه من زوز رجال اعمال توا، ربما هذا يعطي بصيص أمل لمؤسسة معناها الصلح الجزائي واللي عاشت على وقع الصدمة اللي ضربت مصداقيتها في عمق. عنا توا زوز رجال أعمال تقدموا هذا المعلوم لأنه ما عندناش كافة المعطيات. قد يكون هناك بعض رجال الأعمال الآخرين اللي ربما يتقدموا بالصلح، لكن سنظل بعيدين جدا على الأمال الكبرى التي علقت على عائدات هذه اللجنة. رئيس الدولة حكي على 12,500 مليار، انا الرأي اذا نوصلوا ل 500 مليار نكونوا عملنا انجاز كبير. هو راهو احنا نحكيوا على المقال خنصلح، ما يسالش حتى كي نعطي خبر نعرف مانيش باش نعلقوا عليه، اما نعطي صحيح. ما ورد في الشروق، رجل اعمال تونسي لجريده الشروق عرضت على رئيس الدوله قروضا ب 420,000 مليار بلا فوائض، وهو مقيم رجل أعمال حسب الجريدة مقيم في إحدى الدول الأوروبية. يقول اتفقت مع جهة دولية مانحة القروض بتمكين الدولة التونسية من مبلغ يقدر ب 100,000 مليون دولار دون أي فوائض وعلى مدى 30 سنة، هذا إضافة إلى خلاص كل ديون الدولة المقدرة ب 120,000 مليون دينار والعديد من الأرقام الأخرى. حسب الكل في الكل 420,000 مليار بلا فوائد. عندنا ادراك بقيمه الارقام اللي قاعدين نعطيو فيها مش تونس افريقيا كامل افريقيا البشريه هاي معناها والاخر صندوق النقد الدولي يسكر المفتاح ويطيشوا في البحر ويمشي على حاجه والبنك الدولي والمؤسسات المانحه يلا. هو الصلح الجزائي بالحق يعني المراهنة كانت كبيرة من قبل رئيس الجمهورية، مش حتى من قبل رئيس الجمهورية، يعني تقريبا معقول إذا نمشوا في خيار نتاع الصلح الجزائي خرجنا من حالة سجون الكثير من الناس من رجال الأعمال أو أصحاب مشاريع أو ناس معناها في حالة من الشبهة في علاقة بمصادر ثروتهم. إذا نمشوا الآلية توقف مسألة السجون وترجع في المقابل الأموال اللي تكون هي في الأصل فيها للدولة معقول، يبقى أنه ثمة سؤال
زائد الوضعية نتاع عمل هذه اللجنة والاضطراب الحاصل فيها ورئيس اللجنة، ثم معناها البطء في مستوى العمل، ثم حتى التصريح الأخير نتاع أحد العضوة معناها اللي مع سيد رئيس الجمهورية الحقيقة كان خارج السياق، ما يتقبلش لا بالمنطق لا بالمعقولية، يطرح كثير من نقاط الاستفهام حول هذه التركيبة ودائها ونجاعتها. في نفس الوقت يطرح نقطة استفهام، لماذا يرفض البعض الذهاب إلى هذه اللجنة حتى لو أنه هؤلاء مروا بطريق قاسي ومتعب؟ ويجب نفهم كثير من أصحاب المشاريع وأصحاب المال والأعمال بعد 2011 مروا بتجربة قاسية وسيئة في سوء إدارة هذا الملف. معقول جدا ما عنديش فلوس نمشي نبين أني تم نهبي، تم ابتزازي، تفكت فلوسي، جمدت أموالي، نحات الفلوس هي ما هيش متاحم متاعي أنا ونتاج جهدي. مهم جدا أنت ما عندك ما تخسر، يعني هذا آلية وهي آلية قانونية الآن، هي بالقانون موجودة وفق مرسوم معناها عمل رئيس الجمهورية موجودة، توا تملك هذه الشرعية القانونية، يمشي وحل هالمشكل أفضل من نقعد دوما تحت طائل القانون، لأنه خسرتنا كثير من رجال الأعمال اللي كانوا يمثل أنشطتهم وأعمالهم وخدماتهم قيمة مضافة للاقتصاد. من ثم حتى حل آخر اليوم، تعرفوا ثم موضوع آخر سألنا فيه برشا، هي المساكن الاجتماعية وقتاش باش تسلم، شكون المنتفع بها؟ جزء من الإجابة منين يأتينا اليوم؟ من بن قردان، وين اليوم تم تسليم 70 مسكن فردي اجتماعي بحي المطار بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين. وزيرة التجهيز والإسكان تقول أنه عملية التسليم المساكن هذه الجاهزة أنجزتها شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، هي مشروع بتمويل من ميزانية الدولة بكلفة أشغال تقدر بحوالي 6 مليون دينار، وتنترج في إطار العنصر الثاني من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي. هذا يجوز نحكيه على 70 فقط، لكن القائمة تطول وتطول جدا. وما زالوا الناس يستناو، فماش نهار تركب مع تاكسي ولا تدخل كوشة وما يجيكش هك صانع ويقول لك يا سي فلان بربي حكاية المساكن الاجتماعية، بربي عندكش عليها معلومة. أنا شخصيا سألت مرات وتكرار وقلنا تعملت لجان في 2012 و2013 و2015. المشكل يا سي خليف أنه المساكن جاهزة، أعرف جاهزة لدرجة أنه طلع في وسطها الحشيش، ومن بعد دخلوا سرقوها برشا مرات، يسرقوا منها النحاس ويسرقوا منها التجهيزات. اش اضطروا هاك المقاولين اللي بناوها؟ اضطروا باش يحطوا عساس، دونك مصاريف اضافيه، دونك هما البنوك قاعده تفكتر لهم في الفوائد. شنو هي مشكلتهم المقاولين؟ هم كثر مقاولين صغار، انهم كي بناوا هذا بطلب من الدوله، جاوا للدوله قالوا لها سي اللي كلفتنا به راهو كملناه، يجهز المفاتح، قالت له الدوله لا، وزاره التجهيز. تو نقول لكم وقتاش، ومر عام واثنين وثلاثة ويظهر لي تو ضربنا 7 ولا 8 سنين المقاولين هذوما فيهم اللي ما صمدش، أفلس، فيهم اللي صارت له مشاكل حتى صحية. المشكل وين؟ المشكل أنه مع مرور السنوات من اللي كانت القائمة متاع المستحقين للمساكن الاجتماعية نقولوا مثلا 1000 نلقاها روحت 250 ألف، لأنه كل حزب يزيد يحط جماعته، المسؤول الفلاني يحط التليفون الفلاني، حط لي حط لي حط لي حط لي، ولات الدولة خايفة كي تجي تفرق لا تولي مشاكل، اللي هذا يقول لك أنا مستحق بل غيري. ثم حتى اللي استولى عليها خارج الأطور القانونية، ثم مساكن تم الاستيلاء عليها. توا شنو اللي قاعد صاير؟ بالخبر اللي عطيتهولنا أنت، أنه الدولة اختارت الحل الأسهل، مشات للسبعين دار هذوما لأنهم تاع سبرالس، وبالتالي دولة في دولة. المشكل وين؟ أنه وزارة التجهيز والدولة ماهيش مستعدة، ما عندهاش باش تخلص المقاولين هذوما باش يعطيوها الديار، وفي الأثناء العباد قاعدين شادين الصف، شكون اللي باش يحدد؟ أنت تو شفتهم السبعين هذوما اللي في قبلي، أنا متأكد اللي القائمة نتاع الناس اللي مسجلين راهي بديت راهي بديت عدة ولايات، لا تنقول لك أنا نعطيك تفاصيل. يلزم صحيت يلزم حاجتي يتم توزيعهم منازل هذوما، ناخذوا قرار شجاع بديت برشا ولايات ثم هذا الأهم، نخلصوا المقاولين، لأنه هذا زاد أهم
هام برشا يعني. هو نذكروا نهار 8 جوان الفارت رئيس الدولة كان استقبل وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني، جبدلها على الموضوع، قال لها مش معقول 3937 مسكن ما ينتفع بهم حتى حد، وما يلزم نلقاو فيهم حل، ويجب أن يتم توزيعهم. هذا آخر خبر جانا على الموضوع. رئيس الجمهورية ممكن كنا نزيدوا الموضوع هذا واحد. ثاني راهو ثم مشكل كما قال قبيلة لطف، راهو 7 مليون دينار سامحني كل سنة تصرف خليفة من أجل حراستها وصيانتها. المشكل وين؟ وقت تقيدوا نعرف فترة معينة ثم شوية محاصصات، خلينا ما نقولوش ياسر، هذا يعرف فلان وهذا حزب فلان وهذا عنده علاقات مع فلان، وهذه موجودة في بلادنا ما نجمش نحوها بالأحزاب وبغيرها، ساعات حتى العلاقات نعرفها واحد قريب ومعتمد والآخر كاتب عام وكل واحد وهدرته، باش تخلق مشاكل كبيرة وهما الناس كلهم زواول هذو. ما اعتقدش زاد فيهم واحد لبس بيه، هو توا جاي بشيخه في الدار هذه مكشوف، خاطر هما في الحوم وفي الاحياء وفي في القرى الناس كل تعرف بعض. ولكن لهنا امام الدوله مسؤوليه كبيره على مستوى مسؤوليها المحليين، السيد معتمد ولا السيد الوالي والكاتب العام، قدام مسؤوليه امام الدوله امام القانون امام ضمائرهم. ثم الناس راهم يشكيو، انا والله يكلمون الناس بحكم في الاعلام، اليوم برك كلمتني امراه من جهه المرض، او قالوا راجلي هبطوه في القائمه وما هبطوش او نحوني او ما نحونيش، بالله عندك ايش تعرف؟ جيت تلفت تقريبا ما كنتش معتمد في المرسى، والله ما نعرف موجود معتمد ولا قلت له الوالي ما ذماش في تونس، كيف باش تسال وشنو هي الاليه؟ كان عليه نعملوا شكون باش ندخل؟ لا هي تحب تسال المسكين وعنده حق. انا شو نقول؟ المفروض تعمل اللجنة ولا هيكل معين ويكون في الشفافية الكبرى باش ترتاح. يا ولدي جا ثم شكون جا ثم شكون جا المرشد ثلاثة مرات، ثم شكون جا المرشد ثلاثة مرات، يسحب هذاك ويدخل واحد آخر وبرا عاد ندخلوا فك الحكاية هذه. والقائمة ماشية بتكبر والقائمة كل عام يجي مسؤول ولا ولي ولا وزير ولا نظام يزيد. لا لا يزيد زيد زيد دقيق زيد الماء زيد تو ولد بالمئات. من الأفضل أنا نقول على مستوى المعتمدية، كل معتمدية في شخص ولا زوز في الوضوح، الناس كل كي تجي تسالها وعلاش انت ما اخترناكش وعلاش اختاروا السيد هذا لانه كذا وضعيته، لا ما فيها حتى مشكل، علاش ما خليوهاش في الوضوح قدام الناس كل هم معناها الكريتير اللي نخدموا بها باش ناخذهم او قرعه ولا الله اعلم هم كيفاش يستعملوا. ولكن مهم جدا نجاوبوا الناس باش تقعدش لا لانك انت يعرف فلان ولانه هذا يعرف فلان ولانه هذا قريب من المسار ولانه هذا ضد المسار ولانه هذا من الحزب الفلاني ولانه هذا من الحركه الفلانيه، وندخلوا في المهموته هذه وما توقفش الحكايه. لا سهل ياسر ما فيها حتى مش ايجا كل واحد عمل مطلب وري بالالاف، ونعرفوا كما قلت لك ثماش معتمدين فيهاش مئات اذا ما نقولوش الاف من الناس اللي مساكن ما عندهمش مسكن وما عندهمش دخل للزوج للزوجه للابناء لغيرها، خاصه انت ولا عاد نجم تاخذ قرض ولا عاد نجم تخلط لا قرض سكني لا قرض استهلاك، لا بتشوف التضخم تشوف في نسب الفائده تشوف معناها الوضعيه ولات مسكره اكثر على المواطن في المسكن. الشفافيه هي الحل، التكسيسه للعساس تقول تونس كامله مقيده فيها الحكايه هذه، وفي تونس كما في الكاف كما في تبرزه كما في تسطور كما في بس وين تمشي يسهلوك على المسائل الاجتماعيه. دونك تفهم انت اللي تم تسجيلهم يعني بمئات الالاف وكل منظومه تجي تحكم تولي تخاف تقول لك هذاك باش نعطي ال50 تو تولي لي مشاكل وقلاقل. دونك يلزمها قرار ديما على مستوى الولايات عندك رخص تاكسي هذا التراخي المشاكل الاجتماعيه رخص النقل الجماعي كل هذه التراخي يعطي شيء هذه، لانك انت لو معناها حسمت المساله منذ وقت لحضروا في 2014 يا ودي نحكي لك على 2012 اش تقول لي انت 7 سنين راهو الحكايه معناها تقريبا 11 سنه توا كانت حسمت في العام الثاني ولا الثالث رانا ما وصلناش للوضعيه هذه. وكل ما توا باش تزيد تاجلها كل ما العدد باش يزيد يكبر وكل ما باش تولي كل واحد بحساباته ومع ذلك وكل ما يلزم تولي اعطاء المساكن هذه الموجوده ويفكروا في مساكن اخرى اذا كان ويلزم الدوله تخلص هالمقاولين اللي بناوا هذوما واللي فيهم اليوم كما قلنا شكون على مشارف الفلاس. يلا مواصلين أخبارنا فاصل ثم نعود.